لان كنعيشوا واحد السياق دابا الناس كيتحدثوا على ازمه ديال الغلاء وازمه ديال تدهور القدره الشرائيه للمواطنين، وكنشوفوا يعني فيديوهات المواطنين مقهورين، نساء كنشوف فيهم مواتنا، كنشوف فيهم خواتاتنا، كنشوف فيهم جيراننا، نساء شامخات سرعان ما ينكسرن تنكسر النخوة ديالهم والشهامة ديالهم والكرامة ديالهم بفعل الشعور بالحقرة. ما نكذبش عليكم وانا صايم والله يشهد، تأثرت كثير، واحيانا بكيت معاهم لان كتشوف راسك مسؤول سياسي، كتشوف هاد الناس كينظروا لك كينتظروا منك شي حاجه، ولو بغض النظر تكون في الاغلبيه والمعارضه، وما قادش حكم كونك في المعارضه ما قاد ما تعطيها هاد الناس، ولكن ما كيعفيكش دورك السياسي انك ما تشعرش المسؤوليه. وطبعا كدمع عينينا كما قال احد وزراء هارون الرشيد وهو على فراش الموت، وكان مسعود الحارس الشخصي ديالو كان كيبكي تأثرا بضعف ووهن السلطان انذاك، نظرش واحد من الوزراء وقال له انظر الى هذه الصخره انها تتفجر دمعا، هذه الصخره على مسعود كما كتذكر صحيح، انظروا الى هذه الصخره انها تتفجر دمعا. طبعا كان الجواب من لم تتفجر عينه رحمه تحجر قلبه قسوه. ما يمكنش نكونوا خوت نكونوا في بلاد وحده وكنشوف اخوتنا كيتكرفصوا، وكان كنظن لكن شويه ديال الكبداره غادي يكون التفاعل مع هذا الشيء. تبقوا بيا هذا الشيء والله يشهد، ماشي مزايدات، لان احنا ماشي في وقت ديال المزايده، ولكن بغينا نتعاونوا بغينا ندوا يدينا لواحد الحكومه اللي كما قلت وانا داخل في صراح الاخوان، حكومه اللي وعدت المغاربه انهم يستاهلوا احسن، ولكن تبين لهم بانهم يستاهلوا احسن فعلا، ولكن من هذه الحكومه اللي وعدت بمسار ثقه كما قلت في التصريح قبل ان ندخل، واللي تحول الى ازمه ثقه في المسار. حكومه اللي اليوم تتبجح بان المغاربه وضعوا الثقه ديالهم فيها، اكيد صحيح هذه الديمقراطيه، كيتبجحوا بان 5 مليون ديال المغاربه عطاهم اصواتهم. انا كنطرح سؤال، واش 5 مليون على 35 مليون هو شيك على بياض باش يعني هاد الناس يديروا لي باو في البلاد، يعني واحد لا بروكوراسيون بالعربيه، واحد الوكاله اللي كنعطيوها مجرد انتخابات عابره باش كنعطيو واحد التفويض مطلق باش ناخذوا قرارات في قضايا مجتمعيه حساسه. الديمقراطيات اللي كتحصر من نفسها عندها شعار واحد بغض النظر على الاغلبيه او المعارضه، لانها كما قلت الانتخابات ماشي هي الهدف، وانما غير واحد الاليه للتنظيم، واحد الاليه للتسيير للتدبير، ولكن لما يتعلق الامر بقضايا وطنيه كاين شعار واحد كيحكمنا، نحن شركاء في المجتمع، شركاء في القرار، شركاء في المجتمع، شركاء في القرار. اليوم واحد المجموعه ديال 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 الملفات ما عرفناش شنو واقع فيها، تقاعد معني، كنشوف قدامي اخوان اعلام والصحافه، قولي واش شي واحد عارف شنو كيطبخ في الملف ديال التقاعد؟ الى ستينا تسريبات اللي كتخرج، تسريبات لا شيء، تقاعد ما عرفناش شنو واقع فيها،
مدونة ديال الأسرة. سيدنا في الخطاب الآخر اللي كان دار برلمان، وأعتقد في خطاب العرش، خطاب العرش شفنا على المدونة وعلى الجالية، ما شفنا الأحزاب كتحرك، شفنا مجتمع مدني دخل في نقاش، الحكومة مازال ما شفناش شنو غتعطينا في واحد المشروع اللي مهم، مهم جدا، واللي كيقيس في عماد وفي الخلية وفي المكون ديال 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 المجتمع اللي هي الأسرة. ما سمعنا حتى حاجة. مجموعة من الملفات، القانون الجنائي، مشروع القانون الجنائي تسحب، ما عرفوش قالوا لنا شنو غادي يديروا فيه، حتى غادي يحطونا أمام أمر الواقع ربما باش يدوزوه بالأغلبية ديالهم اللي كيعتبروها مريحة، وباش عاوتاني يحطونا أمام خيارات ما عرفناش كيفاش غادي التبعات ديالها ولا النتائج ديالها ولا المخلفات ديالها غتكون. نتابعوا معايا، بديت واحد الجملة قلت أن الغلاء اللي كنشوفوا اليوم والتمارة اللي عايشين فيها المغاربة اليوم هي ليست إلا مظهر لواحد الأزمة سياسية كانت في 88، ما عندنا ما نخبيها. اليوم المغرب كيعيش أزمة سياسية، الغلاء وهذا الشيء اللي كنشوف في الشارع ما هو إلا تمظهرات وتبعات ديال هذه الأزمة، كتجسيد ديال هذه الأزمة في الواقع. ما مزيان شفنا حكومة كتقول لك بأن 10 سنين سنوات الفايتة، 10 سنين الفايتة ورثتها كلها مشاكل، ما بغيتش ندخل في هذا النقاش لأن قلناه وهضرنا عليه، أنه صعب جدا واحد كيكون فاعل في حكومة وكيكون طرف فيها في الآخر ما كتكونش عنده الشجاعة حتى يوقف وتحمل المسؤولية فيها. وحنا حركات شعبية كنا مشاركين في هذه الحكومة بجوج ولا ثلاثة المقاعد، وعندنا الشجاعة كنقولوا نعم نتحمل، إلا كانت شي حاجة اللي نتحملوا كمسؤولية في هذه الحكومة نتحملوا، ما عندناش مشكل. ثم اكتشفت ديال القطاعات الحيوية الاستراتيجية من الفلاحة من التجارة من المالية، وقيس على ذلك وكتقول باش حنا هما، ماشي حنا هما. مزيان، هو هذه المديونية دابا اللي طلعت في هذا التوقيت دابا. دابا انتبهوا معايا مزيان، دابا سيدي هاد الحكومة ديال 10 سنين خلات لينا كاع المشاكل اللي كاينة، مزيان. المديونية دابا اللي دخلنا فيها اللي وصلنا فيها 70 مليار ديال الدولار، غير مسبوقة في التاريخ ديال المغرب، 70 مليار ديال الدولار. شوفي 70 مليار بمعنى غادي نرهنوا، انتبهوا معايا مزيان، 20 عام الجاية، 20 عام الجاية. دابا كنقولوا رهنا 10 سنين اللي فات، رهنتنا يعني بالتدبير اللي العقلاني اللي هما كانوا طرف فيه، ما كاين مشكل. ودابا اليوم كنمشيو كنسلفوا وكنرهنوا البلاد في 20 عام الجايه. كنخلي لكم التعليق على هاد على هاد على هاد على هاد النقطه. انا عجبتني هاد الجلسه هنا، ولو فكرتني في واحد يعني في مستمدة من شي حضارة مغربية ديالنا، والفضاء الرائع كيحيي فينا الذكريات ديال المسيد. أنا لما ماشي فقيه، أنا ماشي فقيه وما كنعرفش نتقمص الشيخ، خصوصا فاش كنكون أمام واحد النخبة ديال الإخوان وديال الأخوات. أنا كنتمنى نكون مريدا لها بالإصغاء طبعا إلى التساؤلات ديالها والإصغاء والأسئلة ديالها والانتظارات ديالها. طبعا فاش كان في جاي في الطريق بقيت كنفكرش غادي نقول لكم على الساحه السياسيه، وانا كتب شي حاجه في الطريق، واحد الخطيره كنت غادي نتقاسمها معكم. جاتني واحد الصوره على الـ على الـ على المستجدات ديال الساحه السياسيه اليوم، جاتني بحال قلت غادي نكتب هادشي اللي كتبت نقول لكم، بحال واحد الخوض في بحر مسجور، واحد الامواج تسوناميه عاليه. تخيلوا معي الصورة باش تفهموا مزيان، أمواج تسونامية عالية ولكن سرعان كتخلع جاي واحد الهالة كبيرة، ولكن سرعان ما ترتطم طبعا بصخور عناد الواقع. هاد الأمواج كتحول طبعا فاش كترتطم مع الواقع، جات كتجي الموجة كتطلع عالية كي كتضرب في الواقع في العناد ديال الواقع، وكتحول إلى واحد العهن المنفوش. عرفتوا العهن المنفوش؟
هي ديك الصوفة اللي كتفرتت اللي كتفرتت في اليد، لا ماشي الرهوة، الصوفة. الرهوة هي الجفاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، هذاك هو الجفاء. الجفاء هي ديك اللي هي اللي لا ينتفع به ولا يتفرق ويتمزق. إذا انتبهوا معايا، أمواج عالية طبعا مخيفة بها لو قام، لكن سرعان ما تندثر وتتلاشى. هذه هي الصورة التي يحق والتي تعكس بحق طبعا باختصار واقعنا السياسي اليوم، بحيث كما قلت الإخوان وأنا دخل يصعب الحديث عن المستجد، لأن القديم فقط يعاد، القديم يعاد، وأحيانا إن لم يكن هناك تراجع حتى على القديم. دابا شوفوا فين وصلنا، ما بقيناش كنعاودوا غير القديم، ولا حتى تراجع على القديم. كيفاش غتفسدوا 34 نواة جامعية تم إخبارها، 34 نواة جامعية مثلا اللي كانت في واحد المقاربة ديال العدالة التربوية مجالية، عندنا فتيات ما كيقدروش يجيو يقراو في المدن كبيرة، عندنا شباب ما كتعطاهمش لا بورس او ما كتكفيهمش لا بورس. قلنا غادي نجيبوا واحد، غادي ندير واحد المقاربه اطار هذه العداله المجاريه التربويه، غادي نقربوا هذه الجامعات. 34 الى ما خانتنيش الذاكره، 34 نواه جامعيه في المغرب تم اخبارها. ما عنديش مشكل فاش كتجي شي حكومه دابا، انتبهوا معايا غادي العبث، حيت انا بختلط راه كانوا باغيين نتسطى، حق الله العظيم اللي كان حماق. عرفتي علاش؟ كنبغي نقلب غير على شي خيط نفهم، كنقول يمكن حيت ما يمكنش زعما فاش كتقول حكومه والكفاءات الى اخره، وكتشوف واحد يعني واحد غادي نقولها بالفرنسيه ما لقيتهاش بالعربيه، واحد لاباسيس يعني في الاداء وفي واحد الحضيض اللي كنوصلوا ليه، ما كتفهمش. جبتي منظور قلت يا سيدي هاد الشيء كان في الرؤية الاستراتيجية وكان في القانون الإطار، صوتت عليه جميع الأحزاب السياسية في المغرب، صدقت عليه أعلى سلطة في البلاد، واليوم كنجيبوه للبرلمان وكتنكر ليه الأحزاب الثلاث اللي صوتت عليه البارح، اليوم كتنكر ليه. غتفهموا هذه، البارح صوتنا عليه واليوم كنتنكروا ليه. ما عنديش مشكل نقول يمكن شي حاجة وقعت في الطريق نغيروها، ولكن أعطيني بديل، أعطيني رؤية لحدود الساعة، قولوا لي واش عارفين شي حاجة في التعليم، لا في التربية ولا في التعليم الثاني ولا في التعليم العالي، قولوا لي واش عندكم شي فكرة شنو جاي في الطريق؟ دخلنا عليكم بالله، واش عندكم شي فكرة؟ والله ما عندكم، والله ما تلقاوها. عرفتي علاش؟ حيت والله ما كاينة، ما عندهمش. دابا تنقول لكم راه ماشي غير ماشي كنزيدوا عليكم، هذا الشيء خايب لحتوه الله يسخر، عطيونا البديل كتشتغلوا فيه، باقي ما عطيونا الرؤية، عطيونا الآجال، لا شيء. يعني كنلقاو راسنا في شي يعني في بحال نراوح مكاننا وفي ذا بلاص، ما كان تطوروش. انا كنت بغيت نبدا في الحقيقه غير في البدايه، دابا استفزني سي شريا صديقي واخي بسؤال وخلاني دخلت. انا كنت بعدا غير في البدايه كنت بغيت نوقف معكم على واحد الحدث مأساوي، باش تعرفوني عفوي بلا قياس، واخا بغيت نبدا بهذا الشيء انت دابا بداش عني وانا مشيت هكايا وانا نسى هذا الشيء، على واحد الحدث مأساوي عشناه هاد الايامات. اول امس الاحد وفاه الفنان المسرحي اللي حرق راسه أمام وزارة الثقافة بعد أن سدت أمامه كل الأبواب ولم تنفع معه، طبعا معه مختلف الأشكال الاحتجاجية اللي قام بها في إيقاد ضمير المسؤولين وفي إخراجهم من صمتهم الذي يشبه صمت القبور.